المأكولات التي يعتمد عليها اللاعبين خلال الحصة التدريبية للاسترجاع سريعا. نشاهد العسل، نشاهد الاسترجاع أكيد، نشاهد العسل، نشاهد التمر، نشاهد الموز، نشاهد الزبيب هكذا، نشاهد المشمش مجفف، و حتى يعني بعض الأمور الأخرى. شاهد كل شيء، كل شيء جاهز، كل شيء تحت تصرف المنتخب الوطني، كل لاعب وقارورة المياه الخاصة به، وخاصة المشروب المنعش ومشروب الإنرجيتيك هكذا، مشروب الطاقة طاقوي. مشروب الطاقة الخاصة بلاعب المنتخب الوطني، لأن تعرف طاقوي، لأن تعرف أنت في خلال حصة تدريبية يبذلون مجهودات كبيرة، فالاسترجاع يكون مباشرة بعد نهاية الحصة التدريبية.